التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري. وقال الرئيس السيسي إن النجاح الحقيقي لمصر تمثل في مستويات المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات. وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمصريين. هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. وفي رسالة بعثها الرئيس الجزائري للرئيس السيسي، أكد تبون حرص بلاده الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو تمكين له لمواصلة مسيرة قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز دورها الرائد، لا سيما في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وفي بكين أكدت الخارجية الصينية أن مصر ستحقق نجاحا أكبر في مجال التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن بكين تنظر إلى علاقاتها مع مصر من منظور استراتيجي طويل الأمد. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول التحديات الأمنية بمنطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر. وخلال الاتصال استعرض بلينكن مع شكري جهود واشنطن لمنع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم والعمل بكافة الوسائل للحلولة دون وقوع ذلك. وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 130 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة. وفي حي الرمال بمدينة غزة أوقع قصف إسرائيلي على برجين سكنيين شهداء ومصابين، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. كما قصفت قوات الاحتلال بشكل مكثف منطقة ببيت حنون، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة إلى اليوم بعد إرجاءات سابقة ومتكررة للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح. وبحسب مصادر دبلوماسية، دعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إفساحا لإدخال المساعدات الإنسانية. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمداهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليمون غرب المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي توباس وبلدة تومون شمال الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال. أكدت الولايات المتحدة أن الهجمات التي يشنها مسلحون على سفن بالبحر الأحمر يجب أن تتوقف. وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون حماية السفن من الاستهداف. وأطلقت الولايات المتحدة عملية متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر لحماية التجارة. يؤدي اليوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة. يأتي ذلك إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.